سلام. عليكم السلام ورحمة الله. عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون عشان اسمعك كويس. وطي التلفزيون. نعم تفضل. ماشي، ما اقول لك. نعم والله انا معايا اخوات اربعه توفوا يعني في حياتي. الله يرحمه. اربعه؟ ايوه الاربعه، واحد ورا واحد. لا اله الا الله، ربنا يغفر له ويرحمه، ثبتنا ثبتك يا رب. ودايما يعني ما اتحسوا عليهم، اقول كانوا كانوا كانوا. اذكرون بالخير يعني ان شاء الله. لا ما فيش مشكله، بس ما تندبيش يعني، اذكرون بالخير وان شاء الله ربنا يؤجرك بالثواب والاجر. تفضلي. وانا ما اصلي بعرف ربنا يعني، ما اقرا، ما اقرا المفاتحه واقرا كل الدين، بس متحصل على اخو اصغر ما فيهم قوي قوي. ربنا يصبرك يا امي، ربنا يصبرك يا رب. ادعي لهم ان شاء الله وربنا يعني يجمعنا بينهم على خير ان شاء الله، وادعي لهم يكونوا من اهل الجنه ويغفر لهم ويغفر لنا كلنا، ما تعرفش الخير فين، لعل الله عز وجل اختار لهم الخير. فانت ادعو الله لهم، ما تحصريش، اصبري، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب.